ورحمة الله تعالى وبركاته من أمام المقر ديال الجهة ديال الدار البيضاء السطات الجديدة. اليوم بعد لقاء تواصلي مع الديوان ديال السيد الوالي نظرا للالتزامات ديالو، لقينا السيد الوالي يتدارسوا الحالة الوضعية بصفة عامة والشؤون العامة ديال الجهة. استقبلنا أحد المسؤولين بتعيين منه وبتكليف من السيد الوالي فيما يتعلق بالموضوع ديال إغلاق الحمامات، وكيفما لا أخفى عليكم فقد استعرضنا النقاط التي تطرقنا لها أكثر من مرة، خصوصا هو أن عملية إعادة إغلاق الحمامات طالها شيء من الشطط، خصوصا هو أن أرباب الحمامات تضرروا بما فيه كفاية، وأن أرباب الحمامات ما طالبوش بتعويض على المدة ديال الحجر الصحي، مما كلفهم أنهم الأغلبية ديالهم خاضوا قروض، وهذه القروض هي عبارة على مشروع ملكي ديال الاكسجين باش انهم اعذروا اعاده ترميم ما تم تلفه بسبب العطاله ديال العمل لمده ديال الحجر الصحي. وفي انتظار ان ارباب الحمامات يقدروا انهم يسدوا ما بذمتهم من ديون يفاجؤون بقرار اعاده الاغلاق لمره ثانيه، مما دفعنا ان نناشد السيد الوالي والذي استجاب الى ذلك وعين احد المسؤولين بديوانه الخاص على اننا طرحنا المشكل، والمشكل اليوم انه راه قيد الدراسه وخلينا لهم جميع الوثائق، تركنا كل من الوثائق المعنيه التي تثبت لا الهويه ولا الصحة، وخلينا لهم حتى المراجع من اجل ربط الاتصال بنا فور ان لاجوندا ديال السيد الوالي تسمح له بذلك. ومشكور وادام الله النصر والعزه لجلاله الملك الذي يختار في تعيين النخبه والكفاءات من الاطر، ونشكر جميع الاطر ديال الجهه ديال الدار البيضاء السطات على ما قدموا لنا من دعمين ومن تسهيلات، ومشكور للصحافه ولهذا المنبر الاعلامي بدوره الساهر على تقريب الحدث والوقائع من المواطن المغربي، وشكرا. تفضل. قبلي احمد كاتب عام لجمعيه الصافا، التدخل ديالي غيكون حول متعلق بالكير الناس اللي كارين سواء مع الخواص او مع الاوقاف. دابا ترتبت عليهم واجبات الكراء، مثلا الاوقاف كطالب الناس باش يعطيوها شي دليل بانه كيتبت بانهم هما سادين، لان القرار ما جاش ما تبلغش كتابيا، وهي كطالب بالقرار يكون كتابيا. يعني حتى الطريقه اللي جا بها البلاغ، يعني جاء اغلاق اسواق القرب على الساعه كذا كذا والحمامات والصالونات، يعني هذا الواو شنو هو المحل ديالها من الاعراب؟ واش واو المعيه، واو السببيه، واو عطف، شنو هي؟ يعني واش حنا غادي ناخذوا نفس التوقيت ديال هذوك المحلات او لا؟ يعني قرار مبهم في حد ذاته. يعني جميع الاداره كتطلب لك سواء كتطلب لك هذا القرار يكون كتابي. السلام عليكم، معكم دريكيس المحجوب من ارباب الحمامات في الدار البيضاء. كنطلب من السلطه انها تدير شي حل للمي الحمامات، لان الناس كتعاني بزاف وبالاخص الطبقه الشغيله، لان الناس دابا ما عندهم لا دعم لا والو، وكيبقاو فينا بصراحه. الناس كنجيو الحمام كنلقاهم جالسين ما لا مدخول لا والو، واضافه ان كاين دابا حيف شي حمامات حالين وكاين حمامات اللي ما حالينش، وخص السلطه دير لنا شي حل لهذا الشيء. وانا جينا هنا على السيد الوالي كنطلبوا انه يدير معنا شي حل، لان وتراكمت هنا بالنسبه للكراء السومات الكرائيه وتراكمنا فواتير الماء والكهرباء، اضافه الى الضرائب وبزاف المشاكل. هادشي اللي غنقولوا هذا. كنطالبوا بعدا فتح الحمامات. هاد الاغلاق في حد ذاته راه حيف، لان شي هنا على صعيد الولايه ديال الدار البيضاء شي حال شي ما حالش، ما فهمناش هاد القضيه كيفاش دايره. كنطالبوا بان تفتحوا الحمامات. الى عجبك الفيديو خلينا اعجاب وتعليق، دير ابوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.